حصل كلام كتير قوي في الموضوع ده واتشتمت من ناس كتير قوي. المساله ملهاش ثوابت، ولكن لو هنيجي على جابر، لا هو جابر عمل ده بمصداقيه شديده جدا، من مفهومه انه في الاخر ده قتل نفس وده عقاب قتل النفس. اللي لاقي مراته ماشيه شمال وماشيه غلط وبتعمل الكلام مش مظبوط وشغلها كله مش تمام، يعمل اللي انت عملته ولا يعمل ايه؟ يا عم انا عايز اقول لك، انا يعني حصل كلام كتير قوي في الموضوع ده واتشتمت من ناس كتير قوي وناس كتير من الناس بالذات طبعا يعني لدرجه في ناس كاتبه كومنتات كتير انه يعني جابر ده شخصية غبية وتصرفه تصرف غبي وده شخص جاهل وده شخص. هو طبعا وفي حد تاني كاتب انه كنت قاعد بتفرج على يمكن المشهد الاخير بتاع القبض على سهام رد جابر، انه في الكوميونيتي اللي كان قاعد فيه قام وسقف وهيص وكانوا فرحانين سهام اتقبض عليها. طبعا المسألة كلها بتبقى لطبيعة الافكار المختلفة والعادات والتقاليد والفهم والطبيعة الاجتماعية، لكن في النهاية الصح ايه والغلط ايه؟ الصح صح والغلط غلط اكيد نسبي. حاجات ما فيهاش نسبية؟ لا يعني نسبي، يعني نقدر نقول انه في الاخر انت هتقول لي انا كعمر، لا طبعا ما كانش يعني انا ما وافقش ان جابر يعمل كده، ولكن ممكن تبقى التركيبة اللي ليها علاقة. اصل خلي بالك، هو جابر عمل كده ليه؟ جابر عمل كده عشان خاطر يبقى بيطبق العدل من مفهوم هو، ما هي دي مفاهيم جابر، هو بيطبق العدل من مفهومه هو، خصوصا ان هو شايف ادها فرصه واثنين وثلاثه وهي مستمره. وخلي بالك هي كانت الميزه في شخصيه سهام ايه؟ انها مصدقه الكذبه اللي هي بتكذبها عليه في وقت ما هي بتكذبها بمصداقيه شديده جدا، لدرجه ان هو بيتقبض عليها لسه بتكمل حلفان فانطلق فيها وقال لها كفايه حلفان، لانه هي مستمره لسه في نفس التمثيليه، وحتى بيتقبض عليها مصدقه وهي بتحلف. فطبعا يعني زي ما بقول لك المساله ملهاش ثوابت، ولكن لو هنيجي على جابر، لا هو جابر عمل ده بمصداقيه شديده جدا، من مفهومه انه في الاخر ده قتل نفس وده عقاب قتل النفس. الفيمينست بقى ايه اللي زعلهم؟ ولا هو بره فكره الانتصار للمراه على اي سبيل حتى لو غلط؟ لا، هو انتصار للمراه بانه كانوا شايفين بشكل انساني كان لازم هي تاخد فرصتها وكان لازم تبقى لحد وهي بتقبض عليها هي مش مقتنعه. هي مش مقتنعه طبعا. لا هي لا، هم شايفينها من منطق انه لازم تاخد فرصتها وكان لازم يتعامل مع الموضوع بشكل مختلف، كان يواجهها بشكل اعنف من كده، لكن ما كانش يبلغ عنها ويقبض عليها. طبعا ده منطقهم هم، لكن منطق الشخصيه نفسه لا. ما هو خلي بالك في النهايه المخرج والمؤلف بيتعاملوا مع الشخصيات من منطق الشخصيات، مش من منطق عمرو ولا من منطق تامر ولا من منطق الجمهور نفسه. في النهايه بقى الجمهور متنوع في مفاهيمه وتركيبته الاجتماعيه اللي بتخلينا في الاخر وده شايف انه يا لا الله ده اتقبض عليها هي تستاهل، وفي حد تاني يقول لا حرام. رد الفعل بقى على دورك عموما بخلاف جمعيات الفيمينست دول؟ ايوه انا الحمد لله، يعني انا بحمد ربنا يعني حمد كبير جدا. انا يعني ما كانش عندي تصور انه في الاخر شخصيه جابر ممكن تروح الى هذا النجاح، والحقيقة الشكل النقدي والتحليلي كمان اللي حصل من كبار النقاد والكتاب، وكمان الجمهور اللي بعت لي كتير جدا على شخصية جابر، مدى تأثير الشخصية وإحساسهم بيها واندماجهم معاها، ده كان بالنسبة لي بحمد ربنا عليه جدا، لأنه ده نجاح كبير. أنا يعني بيحطيني قدام مسؤولية كبيرة، بيحطيني قدام مسؤولية قدام اختياراتي، وكمان يعني كممثل الخطوة اللي جاية لازم تبقى يا ثابتة في نفس القدرة على إن أنا أعمل شيء بتمكن، زي ما يعني أتمنى إن أكون قدرت أتمكن إن أعمل جابر بالشكل الجيد، أو يمكن يكون أفضل. تابعت ايه بقى في رمضان او ناوي تتابع ايه حتى؟ والله لو فيك سرا يعني طبعا انا يعني تابعت بشكل ضعيف شويه، تابعت بعض الاعمال، بتفرج على خالد نور خالد اللي هو بتاع مخبطنا ده على طول. ده لطيف. اتفرجت شويه على اشغال شقه، ما قدرتش اتابع كتير الحقيقه في رمضان لان احنا كنا بنصور ومخلصين 8 رمضان، زائد بصراحه مش عارف افصل نفسي عن ما يحدث حولي، يعني اخبار غزه شويه كانت واخداني طول الوقت، فالواحد مدى التاثير ده عليه كان كبير، فبنحاول نوازن يعني ما بين الحياه وما بين ما يحدث حولنا يعني.
بشكرك جدا. شكرا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا.